السلام عليكم اخوان، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ وحشينا والله، حيل وحشينا. شخباركم؟ ما حد يسأل علينا، شنو قصتكم؟ والله العظيم يعني حبيب صدق، حبيب دائما يسأل يقول وينكم، ماكو فيديوهات، ليش ما جاي تطلع فيديوهات، شنو اخبار الطيور، اخبارك، بس اريد نسمع صوتك. والله العظيم هذا الرجال تحفه، يعني ولا زغرا بيكم واحتمال مشغولين، بس هذا الرجال تحفه والله. اخوان احنا ما عندنا تغيير، بس هاي سويت هاي الشغلات يعني اراويكم انه عزلت الافحل الزواجل، هنا عزلتهم هذول الافحل الزواجل، هنا عزلتهم هم، وهذا الكحلي، هذا الكحلي سنت الله نذبه على الطير مثل هذا الزازات، دول الزاز شوفوهم ذب لهم الطيره، لان افراخهم والله اخوان كبرت، يعني وقفوا بالحله، انت شايف الفرخ يكون صغير بعدين يفتح عينه بعدين يوقف، بعدين هذول افراخ وقفوا واقفين كبار، اجت بردة قوية حيل، وهذا البرج ما يتحمل، يعني شوف هذا مو هذا البرج، هذا ما بيشي، هذا البرج لذلك جبتهم هنا، هذا ما بيشي، هذا البرج ما بيشي، بس هذا البرج ما يتحمل اخوان، هي حلتهم كانت بال يعني والله شو اقول لكم، والله مع الاسف والله هذولاك هناك كانوا بذيك الحلة الاخير وحدة، فهوا بارد عليهم ومن هنا يدخل هوا، شوف مفتوح منه، هذا صيفي البرج، هذا مو شتوي، برج صيفي هو هذا، صح امين ما يدخل فار ما يدخل اي شيء وامين حيل، بس هاي الهوا بي يعني هذا مع الصيف، هذا للصيف، فحريمة يعني ماتوا الفرخات والله، ففرخات كبار محلقة ومكملة، يعني اسبوع تطلع تاكل، اسبوع بس تاكل، بس البرد اللي جتي وهوا بارد حيل يعني خطية أذاهم والله، أذاهم كلش. فهذا اللي صار زين، وأكو هاي الفحل مالتنا الصغار هم كبروا، يعني شوف جاي تدور أكل، تريد أكل، لأن الكبار هم كبروا، شوف هذول، هذا الصغير هذا واحد من الصغار، هذا شوف هذا واحد من الصغار، طبعا الفحل جمال ماكو هيجي، شوف 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 الخلق، شوف راح اراويكم واحد، طبعا هذا من الصغار، شوف هذا من الصغار بعد شلون جمال، بعد تحاجيله وخلقته صور، بعده ما مصفي ما مكمل، هذا الاخر فوقه من الصغار ما مكمل، وشوف هاي الفحل، يعني والله الفحل فتخلق فتتونس عليها، اقعد هنا افتحها، هو ليش فتحت الزواجل؟ طبعا هسه اراويكم هذا الاخ، هذا الصغير، هذا همينا، هذا صغير همينا، اراويكم الاخ، هذا صغير الاخ، هذا هم صغير، شوف الفحل، شوف ايش قد حلوه، شوف بدت تتزاوج الفحل بيناتها، لا اعتقد ما متزاوجين، لا يطارمون، شوف الفحل يعني والله شكلها كلش حلو، لان بالحقيقه انا هم صفيت، يعني هواية بعت من عدها، صفيت شكل مو حلو، الأدلع، الزلفين، ما أدري شنو، كله بعتها، بقت الطيور شوف شكلها كلش حلو، باوع أشكالها كلها حلوة، يعني تقريبا صفت كلها غرات، يعني عندي هذا الطوباني، عندي اثنين طوبانيات، هذا واحد وهذا واحد، والحلو طلعوا عندي اثنين فحل صفر جوزيات، هذا واحد وهذا الاخ ذاك هو، شوفه، والطيور حلوه والله، ودا تصفي صارت حلوه، تقريبا خلصت تصفيه، لان خلص الموسم مال شو اسمه، باع جمالها باوع، شوف حلاوتها، بقى عندي تقريبا 40 فحل، فهذا الولد بعده على اتصال بي، يقول لي اذا صار الموقف زين، اذا ما اختلفت الامور زقق لي وجبة، قلت له أوكي، فراح أزقق له وجبة، بس راح أزقق له وجبة والله العظيم ليتونس عليها وانسى مصائره، لأن راح أطبق وين الحلو، وين اللي زوق، وين الحلو، يعني راح أطلع له وجبة
شكل وخلقه وسامع يقول لك خلقه واخلاق، والله راح اسوي له وجبه خلقه واخلاق. هذول الافحل باعوا، خلوا نروح للطوائر، ما انطيتهم اكل بعدين، انا انطيهم وجبه واحده، انطيهم بالاربعه عندنا بتوقيتنا بالاربعه العصر انطيهم يوميه، هذا قياس طاستين وذاك قياس طاستين الطوائر، وذول نفس العدد تقريبا، ذول بالخمسين وذاك بالخمسين، بس هذول شلت الزواجل من عندهم لان ما ترهم اخوان الزواجل ويا الحمر ما ترهم، ذولاك يلقطون الخشين يلقطون ياكلون ياكلون ياكلون، صار معدته هالكبر يروح يشرب ماء يرتاح شوي يرجع ياكل، هم ذول الحمر ما ماكلين بعدهم، كلهم ماكلين شويه يعني ما يلحقون عليهم، فعزتهم بدوا يضاربون يلزمون الحلال يضاربون. شوف هسه خليت هاي وقافيه، هاي وقافيه اللخ، خليت هناك شوف هاي وقافيه اللخ، ذيك الوقافيات، هذه وقافيه اللخ بالصفحه، حتى لا يتعاركون، لان يعني بدأوا الزواج يلزمون حله ويتعاركون يتضاربون، فما ترهم زين. شوف هذولا، هذا ايش راح يزق؟ باع هذا ايش راح يزق؟ هذا شي يزق؟ شوفه شوف جماله، شوف هذا اللي اخذ ديفاري عليه، شوف ذاك اللي باع، كلها وجوه حلوه، باع كلها وجوه حلوه، شوف كلها وجوه حلوه، باع شوف طيور حلوة، باور شرفك باور، طيور حلوة كلها طيور حلوة باور. هذا الأدل عالم بقي قلت لكم أريد هذا طلع منه شعلب حمر اسمه أسا زين. شوف هذول، هذا الجوزي الفحال، هذا شوف هذا قلت لكم طبعا، شوف يعني افحل حلوة، شوف هذا الداخل بالحلة، شوف يعني افحل حلو كل حلوه وكل هاي، شوف هذا شوف هذا شلون جمال، هذا اخوه، شوفه من غير وجبه، هذا اخوه غير وجبه، هذا الوجبه الاولى وجبه قبلها يعني افحل صارت، هذا بعده، شوف الافحل، حتى الجوزي مالهم طبعا جوزي بعد ما عندي بس قصه وغار، قصه وغار هسه راويكم اياها الطواير اللي هناك، شوف هذا قصه، شوف هسه اروح اراويكم هناك، اراويكم الطواير، ابقوا وياي خل اراويكم الطواير حتى نسولف سالفه حلوه. طبعا الفيديوهات شوف هاي الطواير، خل اراويكم الطواير، شوف اتفرج على الطواير، زغلت لكم الشاشه حتى تشوفوها، شوفها حتى لا اراويكم واحد واحد زين. شوف الجوزيات قلت لكم، شوف الجوزيات هاي قصه، شوف طيب منتظرين الاكل بس هذا مو وقتهم، شوف اغرات قصه، شوف الجوزيات، شوف هاي الجوزيه اللخ، شوف هاي الجوزيه الفور، شوفها ها شوفها واضحه هاي الجوزيه، بس هاي شويه هاي مقبغه يعني، شوف هذني باوع، بعد جوزيات بعد جمالهم باوع، حتى الجوزي بعد ما عندي جوزي ادلع جوزي ما ادري شنو، هاي نقطه بس، شوف راويكم الطواير وحده وحده باوع، بعد الطواير راويكم الطواير وحده وحده، يعني هذا اللي يطير ليش يفرد؟ ليش يفرد طيوره؟ انتم تعرفون كل زين ليش يفرد طيوره؟ هذا يفرد الطيور لأن يريد يخففها يسوي بها لياقة يقدر يطيرها مسافات، فلذلك يخفف الطيور ماله، وبعدين يقدر يفكها تقاوم الطاول يصير عندها قوة بعضلاتها، يعني حتى تداريها فيتامينات ما فيتامينات منشطات تنطيها حتى تقدر تطير الطيور. هذا اللي يربي طير، مو طيور عندها فراخ تشيلها تذب فراخها جوا غير طيور وبعدين ترجع تفكها في فصل الصبح، ما يصير اخوان ما يصير، لازم تدرس الطير وانت مو غشيم، انت جناي وصار لك سنين تربي طير وتعرف تهزم الطير وتعرف، يعني غلطه 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 من غلطه، يعني من مجموع 33 34 ضيع 25 طير ضيع، فهذا ما يصير يعني. مثل هاي الغلطه مره واحد بنفك طيوره وفكها بهوا شرجي والطيور مجازة وضيعت ثلاث أرباعها وهو براج، زين أنت براج شلون تغلط هيك غلطة؟
على كل الإخوان هذا اللي رتحت وياكم بس أقول لكم يا وما عندي غير شيء، وحبيت أسلم عليكم وحبيت أشوفكم أفرح بتعليقاتكم باشتراكاتكم. عمي ترى اليوتيوب حشاكم وحشا قدركم طزبي، أنا لا يوتيوب ولا أريد مشاركين ويصعدون القناة ولا بطلنا هاي الشغلة من زمان تتذكرون قلت لكم عليها، بس احنا نريد نواصل وياكم والله اخوان حبايب قلبي انتو. يلا بعد ما عندي شيء يعني، واللي يعلق لنا يعلق لنا تعليق حلو خلي اتفرج بالتعليقات اسمعها وتونس بيها اقراها وتونس بيها. يلا في مال الله.